هي سورة معراجها التوحيد، فيها المعارف والهدى مشهود، في كل فرض يستحب تلاوها، وثمارها التنزيه والتمجيد. فإذا تلاها عابد يسمو بها نحو المعالي فالحياة خلود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. معاني سورة التوحيد تدور على موضوع واحد، هو توحيد الخالق تبارك وتعالى، وتعريف الخالق للناس باختلاف مشاربهم ودياناتهم وأفكارهم، تعرفه لهم بصفاته الذاتية وبصفاته الفعلية. منه يتضح أن التوحيد هو أم العقائد، أساس المعرفة، وبه ببركة هذه السورة المباركة يتميز الناس على ستة فئات: الأولى المؤمنون والكفار يتميزون، الثانية الكملون في العقيدة والناقصون في العقيدة، كل فئة تقابلها فئة، الموحد لله الكامل في توحيده ليس كالمجسم والمشبه، الفئة الأخرى التمييز بين المخلصين في توحيدهم وبين المخلطين الذين يتبعون الهوى وتسويلات النفوس وتضليلات الشياطين بتوهم أنهم موحدون. فهذه السورة هي محك وميزان وضابط لتمييز المؤمن الموحد المخلص الكامل في عقيدته في مقابل الكافر أو الناقص أو المخلط في عقيدته. لذلك نلاحظ بأن النبي صلى الله عليه وآله في بداية دعوته دعا الناس إلى التوحيد وقال: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. جعل الفلاح رهين بهذه الكلمة: من يقول لا إله إلا الله يفلح. الفلاح بلوغ البغية، الوصول إلى المطلوب، هذا مطلوب كل إنسان عاقل. كل إنسان عاقل له طموحات، له أهداف في حياته يطلب الوصول إليها، فإذا وصلها يقال أنه أفلح. إذن الوصول إلى البغية هو الفلاح، ورسول الله صلى الله عليه وآله يقول:
قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فكل من يطلب الفلاح في الدنيا ويطلب الفلاح في الآخرة عليه بالتوحيد. ولذلك قلنا أنه أم العقائد، هو الحصن الذي يكتمل به الإنسان في معتقده وفي معارفه. هذه التسمية بالفلاح فيها قسمان، الفلاح فلاح في الدنيا وفلاح في الآخرة. فلاح الدنيا بالغنى وبالعز وبالعافية، العافية أيضا، وأيضا بتحصيل العلوم والمعارف. من يطلب الفلاح في الدنيا هذه صفاته، الغنى والعز، وأيضا الوجاهة في الدنيا التي تحصل بالعلم وبالعبودية لله تبارك وتعالى وبالعافية. هذه هي مظاهر الفلاح في الدنيا. في الآخرة، فلاح الآخرة هو تحصيل رضا الله ورضا أوليائه ودخول الجنة، والأعظم منه مجاورة محمد وآل محمد عليه السلام. صل على محمد وآل محمد. هذا فلاح الآخرة. ولذا تلاحظون الباري عز وجل حث المؤمنين بالتذكير بهذه الحقيقة، الفلاح، في أذان الصلوات وفي إقامتها. في اليوم الواحد يصك أسماع الناس 5 مرات 5 أوقات حي على الفلاح. هذا تذكير عام لكل الخلق، وتذكير خاص للمصلين حينما يصلون في إقامة الصلاة، أيضا يكررون حي على الفلاح. متى هذا الحث يكون على الفلاح؟ بعد الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، اللي في هذا تعليم لأهل الإيمان في أن الفلاح ملازم للصلاة. الذين يصلون، هذه أول علامة فلاح، لأن الصلاة عمود دين الإنسان. لا يمكن للإنسان أن يكون عنده دين من الناحية العملية ملتزم بشريعة هذا الدين وهو لا يصلي. هي عمود الدين، هي قربان كل تقي. من يريد القرب من الله عز وجل بواسطة الصلاة يتقرب إلى الله. هي معراج المؤمن، المؤمن عروجه إلى الملكوت عبر صلواته، لأن الصلاة صلة بين العبد وبين ربه، تزول معها الحجب، لا يحجبه عن ربه شيء. في صلاته أقرب ما يكون العبد إلى ربه، وفيها أعظم القربات وهو السجود لله تبارك وتعالى. إذن الفلاح ملازم للصلاة، لا يمكن أن يكون الإنسان فالحا من دون صلاة وهو لا يصلي. يؤكد هذه الحقيقة قوله تبارك وتعالى: قد أفلح المؤمنون. شنو صفتهم؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون. هاي قد التحقيقية، وأفلح الفعل الماضي يفيد
تأكد هذه الحقيقة، لا تقبل الخطأ، لا تقبل الاشتباه. الذي يطلب الفلاح عليه بالصلاة، مو فقط الصلاة، الخشوع في الصلاة. الذين هم في صلاتهم خاشعون. خشوع الصلاة له معاني، معاني عديدة أكو، وتختلف مراتب الناس ومستويات الناس في الخشوع. أدنى مراتب الخشوع كما ورد في الأخبار غض البصر في الصلاة، مو أن الإنسان يصلي وفاتح كتاب أمامه ينظر في الكتاب، أو فاتح باب أمامه ينظر ما وراء الباب أو ما وراء الشباك، أو حاط فرد قطعة على الحائط يقراها ويشوفه وهو جالس. أدنى مراتب الخشوع في الصلاة غض البصر في الصلاة، أو حينما يصلي عينه من هنا وعينه من هنا، عينه على الداخل وعينه على الخارج. والتهيؤ، الإقبال على الصلاة، الإقبال على الصلاة بالتهيؤ لها، التهيؤ للصلاة في المكان، المكان اللي يصلي به الإنسان لازم يتهيأ هذا المكان، يسعى في أن يصلي في مكان لا يوجد فيه ما يصرفه عن الإقبال على الصلاة، الزخارف والألوان والقطع والأشياء، أو المكان الذي يتحدث فيه الناس، أو جهاز التلفاز شغال وإلى آخره. الزمان أيضا من أسباب التهيؤ الصلاة في أول الوقت، التزين إلى الصلاة، اللباس اللي يلبسه الإنسان، التعطر الذي يتعطر به للصلاة. كل ركعة يصليها المؤمن بالتعطر تعادل 70 ركعة. التختم في الصلاة، اليد التي ترفع في الدعاء خصوصا في القنوت وفيها العقيق اليماني، يستحي الله عز وجل أن يردها من دون إجابة. هذه أشياء قد تبدو في نظر البعض عادية أو بسيطة، بس هي من المقدمات التهيئية المهمة جدا لإقبال القلوب على الخشوع في الصلاة. ومنها صلاة الجماعة أيضا، هذه أيضا لها مدخلية. زين، الفوز سمي بالفلاح، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، حتى نعرف أثر سورة التوحيد إش قد عظيم في هذه القضية. الفوز، رسول الله صلى الله عليه وآله قال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ما قال تفوزوا أو تغلبوا أو تصلوا، قال تفلحوا، لأن في الفلاح خصوصيتين هامتين تختلف عن باقي المفردات. الخصوصية الأولى أن الفلاح يقلب الباطن من السيء إلى الحسن، من الظلمة إلى النور. الفلاح ليش يسموه فلاح؟ لأن الفلاح هو الشق. الفلاح يسموه فلاح ليش؟ لأن يقلب الأرض، يخرج باطنها على ظاهرها، بهذا القلب ينبو الزرع، ينمو الزرع وينبت. إذا ما يقلب الفلاح الأرض زرع ما يصير، الزرع شو وقت يصير وينمو؟ إذا انقلب التراب من باطنه ظهر، وظاهره ذهب إلى باطنه، بالانقلاب ينمو الزرع ويزكو. القلوب هم هكذا،
لا تنمو ولا تزكو إلا بالانقلاب الظاهر يصير باطن والباطن يصير ظاهر. إذا الباطن هم صار ظاهر هذا الانقلاب زكت النفوس واستنارت القلوب، هذا الانقلاب يصير بكلمة التوحيد قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. هذا التوحيد سر أعظم هنا في تطهير القلوب وتنقيتها من الشوائب. الخصوصية الثانية الدوام والبقاء، الفلاح فيه دوام وفيه بقاء. إذا لا يكون الفوز بنحو الفلاح ربما يظهر الفوز برهة وينعدم ويزول لا يبقى أثره، لكن الحديث يريد أن يثبت هاي الحقيقة أن النمو والتزكية يدوم ويبقى بالفلاح. ليش؟ لأن إذا انقلب الباطن إلى الظاهر صار التحول في الإنسان، هذا التحول يبقى ويدوم. إذا دام صار مظهرا للفيوضات والخيرات الإلهية بشنو؟ بكلمة التوحيد قولوا لا إله إلا الله. هاي الكلمة هم إذا أردنا أن نحللها، لا إله إلا الله بحذف المكررات في الجملة يطلع عندنا جوهر المعنى. جوهر هذه الكلمة ثلاث حروف أليف ولام وهاء بحذف المكررات. جوهر هذه الجملة ألف ولام وهاء، إذا جمعناها شو يصير؟ أله ألوهية من الألوهية، وواحد من معاني لفظ الجلالة الله أله. نجي إن شاء الله نذكر تفصيله هذا. زين، الرواية الواردة عن أمير المؤمنين عليه السلام في معاني الأخبار يرويها الشيخ الصدوق رضوان الله عليه أن كل حرف من حروف المعجم، المعجم اللغة، هو اسم من أسماء الله أو صفة من صفاته أو فعل من أفعاله. إذن حتى اللغة مرجعها إلى وحدانية الخالق، ماكو شيء وضعه الإنسان في اللغة، تأسيس اللغة هم من الله ويتعلق بأسمائه وصفاته وأفعاله. الألف بتفسير أمير المؤمنين آلاء الله، وصارت أله الألف آلاء الله. واللام لغو الكافرين في افترائهم على الله الكذب، اللي يتصورون بأن الله جسم أو أن الله مشبه أو أن الله يلد أو يولد، هاي الأفكار اللي سابقا اتحدثنا عنها. اللام لغو الكافرين في افترائهم الكذب على الله عز وجل. والهاء هان على الله من عصاه، هان يعني ضعف حاله عنده. هذا ذات المضمون هو الذي جاءت به سورة التوحيد، تبدأ من التعريف للباري عز وجل بالوحدانية ثم تتحدث عن صفاته تبارك وتعالى. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ذات المعنى موجود في السورة، تمتد هذه المعرفة
لتشمل معرفة أولياء الله وطاعتهم، والتوحيد الحقيقي في العمل يقع بالتسليم لهم. لا يمكن أن يكون العبد موحدا لله كاملا في توحيده ولا يقر لأولياء الله بالولاية ولا يسلم بقلبه إليهم ولا يقتدي بهم. لذلك في بداية البحث قلنا أكو كملون وأكو ناقصون، أكو مخلصون وأكو مخلطون. وربما البعض يعتقد بالله، يتصور أنه موحد لله، ولكنه يخاصم آل محمد عليهم السلام. هذا توحيده ليس بتوحيد. التوحيد الحقيقي الإقرار لله بالوحدانية والاتباع والتسليم لأوليائه عليهم السلام. هذا المعنى من أين نقوله؟ هذا المعنى أشار إليه الإمام الرضا عليه السلام في حديث السلسلة الذهبية، حديث سلسلة الذهب، لما أجبره المأمون العباسي على الهجرة إلى مرو في خراسان، مر في طريقه بنيشابور المدينة المعروفة. الناس لما سمعوا أن ابن رسول الله قادم عليهم تجمعوا بالآلاف الناس، ومعهم الدفاتر والأقلام. لما وصلهم الإمام سألوا منه أن يحدثهم بحديث ينير به قلوبهم وعقولهم فيدونونه عن كل بالآلاف أقلام قراطيس. قال لهم جملة واحدة: حدثني أبي عن جدي، وهكذا عن جده عن جده إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، رسول الله عن جبرائيل، جبرائيل عن الله عز وجل. حديث في سلسلة الذهب، كلهم معصومون، ماكو في وسطه غير معصوم أبد. اعرفوا قيمة هذا الحديث جد عظيم. والإمام صلوات الله عليه يريد يحدث أهل نيشابور بحديث ينور قلوبهم وعقولهم ويكون لهم المنهج إلى آخر أعمارهم، هم وذرياتهم، ومنه هم يصل إلينا. قال لهم عن جبرائيل عن الله: كلمة لا إله إلا الله حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي. هذا عذابي كان بي فرد معنى واسع، واحد لا يصور فقط عذاب جهنم، لا، معنى واسع. هذا الحديث وحده يحتاج إلى أكثر من مجلس لشرحه. ثم أمر الراحلة فذهبت، وهي ذاهبة أخرج رأسه صلوات الله عليه من المحمل وقال لهم: ولكن بشرطها وشروطها، وأنا من شروطها. إذن التوحيد من دون ولاية أولياء الله ليس بحصن، لا ينجو أحد من عذاب الله إلا بولايتهم، إلا بالتمسك بهم. بهذا هم يظهر الحد الفاصل بين التوحيد القلبي والتوحيد اللساني. توحيد القلب التسليم لآل محمد عليهم السلام. هو الحصن، هو النجاة، هو النور، هو العقيدة الحق بالتوحيد. لا يخدع الإنسان نفسه.
المسألة ما تقبل اجتهادات وظنون واحتمالات، نصوص صريحة والعقل ما هكذا يقضي. أما توحيد اللسان هذا الذي لا يتجاوز الفؤاد، لا يتجاوز هذه الكلمات. الله عز وجل جعل لا إله إلا الله حصناً نجاة من العذاب، مجرد لقلقة اللسان لو خضوع القلوب إلى هذه الحقيقة، تسليم القلوب إلى هذه الحقيقة. رسول الله الذي يقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، الفلاح بلا إله إلا الله اللساني، ملايين البشر، مليارات البشر يقولون لا إله إلا الله بألسنتهم، ووراءهم برزخ إلى يوم يبعثون، ووراءهم حساب وكتاب. أما إذا صار التوحيد قلبي أمن من العذاب. لأهمية هذه الحقيقة، هذه سورة التوحيد نزلت أكثر من مرة، نزلت في مكة ونزلت في المدينة. والتحقيق عندنا أن بعض السور نزلت أكثر من مرة وبعض الآيات نزلت أكثر من مرة، وهذه سورة التوحيد واحدة منها. لماذا؟ لأن دواعي النزول المتكرر كثيرة، وسيتضح بعد قليل الموضوع، لأنها تعرف الناس بخالقهم تبارك وتعالى وأنه بسيط لا كثرة فيه، وغني لا فقر فيه، وقديم لا يلد ولا يولد، ومتفرد لا مثل له ولا مثيل له، فلا يشاركه أحد لا في ذاته لا في صفاته لا في أفعاله، فرد وتر صمد. أنزلها الله عز وجل مكررا لغايتين. الغاية الأولى محاكاة أهل العقول من علماء من حكماء من أهل فضل أصحاب نظر، يثبت لهم عظمة القرآن وعظمة المعاني التي يشتملها القرآن. أنتوا لاحظوا سورة التوحيد كم آية؟ آيات قلائل. إذا قلنا أن البسملة منها، وهو التحقيق أن البسملة جزء السورة، خمس آيات عرفت أعظم موجود بأعظم كمالات وتنزيها من كل النواقص في خمسة آيات. لو كان الإنسان يريد أن يعرف هذه الحقيقة لاستدعى أن يكتب مجلدات من الكتب حتى يوضح هذه الحقيقة. الله عز وجل لخص حقيقته الكاملة بصفاتها وبأفعالها بكمالاتها وبجلالها بأربع خمس آيات. كل عاقل، كل صاحب نظر، كل صاحب علم إذا يرى هذه الحقيقة فورا يؤمن بأنها إعجاز وأنها قضية من قوة فوق القدرة خارقة أن هذا البيان ورد. خب، هاي الحقيقة أشار إليها الإمام زين العابدين عليه السلام في قوله إن الله عز وجل علم
أنه يكون في آخر الزمان أقوام متعمقون، يعني عقولهم وفكرهم وثقافتهم مو سطحية، عندهم فكر عندهم علم. الله عز وجل علم بأن في عباده في آخر الزمان أقوام متعمقون، فأنزل قل هو الله أحد. إذن هي اليوم أيضا السورة، لو جمعنا كل علماء العالم، كل حكماء العالم، كل أهل العقول في مقابل سورة التوحيد وقرأوها بحياد، قرأوها بمنطق العلم، قرأوها بمنهج الفكر الصحيح بالميزان المنطقي، الكل يؤمن بعظمتها. في التاريخ هناك رجال كانوا في زمانهم من أعلم الناس، حينما عرضت عليهم سورة التوحيد آمنوا، منهم عبد الله بن سلام، هذا الرجل هو حبر اليهود، كان يعني أعلم علماء اليهود، واليهود في ذاك الزمان كانوا معروفين في العناد كما هم في هذا الزمان معروفين في العناد. هو من يهود بني قينقاع، أعلمهم كان، اسمه الحسين، اسمه رسول الله صلى الله عليه وآله بعد أن أسلم بدل اسمه إلى عبد الله، فهذا من الرجال اللي رسول الله توجه بهذا الاسم، غير اسمه من الحسين، الحسين اسم حيوان، غيره إلى عبد الله. هذه هم حكمة في سيرة النبي تعلم وترشد، هذه الحكمة. وبشنو سبب إسلامه؟ وكان يهوديا، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله بمكة، قال له رسول الله، بادره النبي، أنشدك بالله، هل تجدني في التوراة رسول الله؟ لأن التوراة والكتب السماوية ذكرت رسول الله في كتبه، فهو أقسم عليه أنك اسمي موجود، أني رسول الله في التوراة أم لا. هذا باعتبار عالم وأعلم قومه، قال انعت لنا ربك، صف لنا، نعت يعني صف، صف لنا ربك، فنزلت هذه السورة قل هو الله، فقرأها النبي على عبد الله بن سلام، فكانت هي سبب إسلامه، بمجرد أن تلا عليه السورة عرف بأن هذه حقيقة لا يمكن أن تنكر ولا يمكن أن تقابل، ولكن ظل كاتما لهذا الإيمان، ما أظهره، لأن مثله وهو أعلم قومه يظهر الإيمان ما ينجو من القتل، فأخفى إيمانه حتى أظهره بالمدينة، أظهر الإسلام. هذه واردة في مصادرنا كما في مجمع البيان وفي مصادر العامة كما في الدر المنثور وتفسير ابن كثير أيضا موجود. هاي الغاية الأولى. إذن الغاية الأولى محاكاة أهل العقول. الغاية الثانية الإجابة عن سؤال الأحزاب المختلفة، حينما كانوا يسألون النبي عن تعريفهم بالله عز وجل، عرف لنا ربك، كانوا يقولون له، فنزلت هذه الآية السورة في تعريف الله عز وجل للأقوام المختلفة،
وكل من يسمع هذه السورة يؤمن إلا المعاند. المعاند بعد يعني هذا لا حل له. ورد عن جابر بن عبد الله أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وآله انسب لنا ربك، يعني عرفه. فنزلت هذه السورة جوابا لهم، قل هو الله أحد. هذول قالوا أنت عرف لنا ربك، الله عز وجل يعلم النبي كيف يجيب، وسنأتي في تفسير قوله عز وجل قل، شنو هاي الحكمة الموجودة في قل اللي الله عز وجل يأمر نبيه بهذه. في رواية ابن عباس أن عامر بن الطفيل، هذا من شخصيات المشركين كان، وأربد ابن ربيعة أتي النبي صلى الله عليه وآله فقال عامر بن الطفيل، هذا اللي كان مرسول بين قريش وبين المشركين وبين النبي يوصل المحاورات، فقال عامر إلى من تدعونا، وذكر اسم النبي صلى الله عليه وآله، إلى من تدعونا؟ فقال إلى الله، أدعوكم إلى الله مو إلى نفسي. فقال صفه لنا، صف يطلب التعريف، أمن ذهب هو أم من فضة أم من حديد أم من خشب. عجيب عقول هذه، شلون يكون رب هو من خشب؟ واحد حقيقة أحيانا يستغرب. فنزلت السورة، ذولا كانوا معاندين، هذا عامر بن الطفيل وذاك أربد بن ربيعة، بعنادهم الله عز وجل أنزل عليهم العذاب حتى يكون حجة على غيرهم. فأرسل الله الصاعقة على أربد فأحرقته، صاعقة، وطعن عامر في خنصره فمات. جزاء العناد، هاي سورة التوحيد سنذكر إن شاء الله في آثارها، من آثارها القوة على السلطان، الغلبة على المعاندين، هذه من آثارها من خصائصها. عن الضحاك وقتادة ومقاتل أنه جاء ناس من أحبار اليهود، سيشوفوا الرواية الأولى ذولا كانوا من المشركين، الرواية الثانية أحبار اليهود علماء اليهود، نفس المنهج نفس الفكر، جاءوا ناس من أحبار اليهود إلى رسول الله فقالوا يا محمد صلى الله عليه وآله صف لنا ربك لعلنا نؤمن. صف هاي المشكلة، تصوروها بذاك الزمان، هذا الزمان موجود، ويا من يدعون الثقافة والفكر يحملون هذا العقل، هذا المستوى من الفكر، صف لنا ربك حتى نؤمن. فإن الله أنزل نعته في التوراة، يعني ذولا هم كانوا يهود يقولون احنا ندري صفات الله في التوراة، فنزلت هذه السورة وهي نسبة الله خاصة، لذلك هذه السورة لا تتحدث عن غير الله تبارك وتعالى، فقط عن الله تتحدث. هذول اليهود ذولاك هم كانوا المشركين، من بقى النصارى، شوفوا النصارى. أيضا الرواية عن ابن عباس أنه قدم وفد نجران فقالوا لرسول الله صلى الله عليه وآله صف ربك
هذول بعد أكثر ارتقوا من الخشب والحديد والفضة. أمن زبرجد أو ياقوت أو ذهب، شوية مستوى على المسيح هم عادة مرفهين. فقال إن ربي ليس من شيء لأنه خالق الأشياء. هاي قاعدة حكيمة برهانية دقيقة لكل من يريد أن يعرف. الخالق ليس كالمخلوق، بكل شيء يتميز. فنزل قل هو الله أحد، قالوا قل هو الله أحد، ذولا مسيح عندهم علم وعندهم فكر، قالوا هو واحد وأنت هم واحد. شلون تقول قل هو الله واحد إذن أنت هم واحد؟ ما ميزوا بين أحد وواحد. وسنأتي إن شاء الله إلى ذكر المائز، يشوفون العجائب في هذا المائز، شكت حكمة أكو ودقة في القرآن. فقال ليس كمثله شيء، أنا واحد هو هم واحد ولكن ليس كمثله شيء. قالوا زدنا من الصفة، اذكر لنا بعض الصفات الأخرى. فقال الله الصمد. فقالوا وما الصمد؟ شنو معنى؟ فقال الذي يصمد إليه الخلق في الحوائج. الصمد من معانيه القصد، يقصد في الحوائج. فقالوا زدنا. ليش يطلبون زدنا؟ لأن هم قاريها بالإنجيل صفات الله، بدون يشوفون مطابقة لهم مطابقة. فقالوا زدنا. فنزل لم يلد كما ولدت مريم، دخل في صميمهم، ولم يولد كما ولد عيسى. هاي في الإشارة وفي التعليم لفن الحوار، عجيب هذا، لأن هؤلاء هم يعتقدون بمريم وبعيسى ويجعلونهما من الأرباب. فنفى عندهم هذه العقيدة، مريم تلد وعيسى مولود والخالق لا يلد ولا يولد. زين. ثم قال ولم يكن له كفوا أحد، أي نظيرا من خلقه، ليس له نظير. في هذا جواب على ثلاث فئات، المشركون واليهود والنصارى، اللي هم هذول كانوا أبرز الفئات الدائرة في المجتمع، ولها منهج ولها فكر ولها دين ولها التزامات ولها. في الكاف الشريف بإسناده عن سهل، أقرأ هاي الرواية ويمكن نختم الكلام بعد. قال كتبت إلى أبي محمد عليه السلام، الإمام العسكري، سنة 55 و200، قد اختلف يا سيدي أو اختلف يا سيدي أصحابنا في التوحيد. أصحابنا مو البعداء، مو يهود ونصارى، المؤمنين اختلفوا. منهم من يقول هو جسم، هاي الفرق الضالة اللي بذاك الزمان كانت، هذا قولهم كان. ومنهم من يقول هو صورة ليس بجسم. فإن رأيت يا سيدي أن تعلمني من ذلك ما أقف عليه، يعني ثبتني على العقيدة الصحيحة، ولا أجوزه حتى ما أتجاوز.
فوقع الإمام بخطه على نفس الرسالة اللي دازها تحت الرسالة، ذيل الرسالة، وقع الإمام بخطه: سألت عن التوحيد وهذا عنكم معزول، لأن عقولكم لا تصل. في البحث السابق شنو ذكرنا؟ التوحيد من القرآن والعترة يؤخذ، إذا أخذ من غيرهما شط خرج. وهذا عنكم معزول. ثم بدأ يشرح الإمام له: الله واحد أحد صمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، خالق وليس بمخلوق. هذا جواب لكل أصحاب المعتقدات المختلفة، المثبت للعقيدة والمنكر للعقيدة. جواب: خالق وليس بمخلوق، يخلق تبارك وتعالى ما يشاء من الأجسام وغير ذلك، غير الأجسام. وليس بجسم، لأن هو خالق الجسم، مو معقول يكون هو هم جسم، لأن يصير دور منطقيا، إذا هو جسم يخلق الجسم يصير دور. ويصور ما يشاء وليس بصورة. إذن هذا السائل اللي قال أصحابنا اختلفوا، منهم من قال هو جسم ومنهم من قال هو صورة، الإمام رد قولهم بهذه العبارة: جل ثناؤه وتقدست أسماؤه أن يكون له شبيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن تلاحظون أن هذه السورة تدور على محور واحد، هذا المحور هو التوحيد، وهو أم العقائد، أساس العقائد. هذا الأساس لا يكون له تأثير تام إلا بولاية محمد وآل محمد عليهم السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. بقي الكلام في آثار هذه السورة وفضائلها إن شاء الله في البحث القادم. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينور عقولنا وقلوبنا بمعرفته ومعرفة أوليائه والطاعة لهم والبراء من أعدائهم، ببركة الصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. هي سورة معراجها التوحيد، فيها المعارف والهدى مشهود، في كل فرض يستحب تلاوها، وثمارها التنزيه والتمجيد، فإذا تلاها عبد يسمو بها نحو المعالي فالحياة خلود.